يقعد يذاكر شوية، عنده امتحانات الميد تيرم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرنش ودراسات، أذاكر فرنش ودراسات، خليها دراسات. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده الامتحان الصعب ده؟ المفكرة دي لولاها كنت سقطت. مش جاي معايا اذاكر، مش جاي معايا اذاكر، انا فرفش عن نفسي شوية واسمع اغاني. وانت مالك؟ انا عايز اطيرش، انت خايف على ودني مثلا؟ بتذاكر بره؟ هتسقط يا ابن الهبله. ده يا ابو ابو انا ده انا بذاكر من الصبح. ده انا حتى ده انا زهقت من المذاكره، بس قلت افرفش على نفسي شويه. ما عادي يعني، في حاجه ولا ايه؟ ايه قلت افرفش على نفسي شويه؟ والله العظيم الاغاني حلوه. حتى بص، مفيش صاحب بيتصاحب.